يقولون ان العرق جساس الى الزوجة، فهل هذا العرق من الام او الى الخال؟ لا شك ان العروق لها اصل، ولكن حديث هذا ضعيف، حديث في هذا العرق جساس ضعيف، ولكن العروق لها اساس. ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو ان امراته ولدت غلاما اسود فارق لونه ولونها، فاتهمها وعرض بان ينفيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من ابل؟ قال: نعم. قال: فما الوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من اورق يعني اسود؟ قال: نعم. قال: فأنى أتها ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. فقال: لعل ابنك هذا نزعه عرق. فالعرق قال له أصل. وهكذا جاء في بعض الأحاديث عند تصوير النطفة أن الله يصورها طرة كذا طرة كذا، قد يكون شبه للزوج، قد يكون شبه للوالدة، قد يكون شبه لبعض الأقارب. فالحاصل أن هذا له أساس وله أصل، فينبغي اختيار العروق الطيبة والمناسب الطيبة عن الدين والخير والاستقامة والأخلاق الفاضلة.